سغطرة تستغيث، أن كفانا الموت غرغا، كلمات بسيطة لكنها كفيلة بهز ضمائر الإنسانية الحية إن هي استمعت إليها، كلمات ومناشدات رددها العشرات من أبناء جزيرة سقطرة الذين نفذوا في مدينة المكلا وقفة احتجاجية تنديدا بالأوضاع المتسببة في غرق العشرات من أبناء الجزيرة غالبيتهم نساء وأطفال. نتحدث إليكم اليوم بلغة الموت عن جزر أرخبيل سقطرة في حادثة لم تكن الأولى من نوعها التي راح ضحيتها 60 شخص بينهم نساء وأطفال. خرج أبناء سقطرة باحثين عن العدالة والإنصاف عبر مطالبة الحكومة بالتحقيق في الواقعة، فيما تقول السلطات أن السفينة المنكوبة لم تكن مخصصة لنقل المسافرين. فتح تحقيق مع الخطوط الجوية اليمنية حيث كان أغلب أولاد ضحايا من قطعوا تذاكر السفر عبر الخطوط اليمنية ومكتوب في سيون لفترة طويلة انتظار لموعد السفر، لا يتفاجئوا بتأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى، فاضطروا بالعودة إلى المكلا وركوب البحر بما فيه من أخطار. المحتجون الذين رفعوا لافتات كتب عليها كلنا الطفل خالد، في إشارة إلى الطفل خالد ذي العامين الذي غرق برفقة والدته في مياه المحيط، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بتحمل مسؤولياتها وتعويض الضحايا وإعادة تفعيل حركة الطيران إلى محافظتهم وخفض أسعار تذاكر السفر. إعادة الرحلات الأسبوعية وانتظامها إلى مطار سقطرة وتخفيض أسعارها بما يتناسب مع قدرة المواطن البسيط يكون من السفر عبر الجو والوسيلة الوحيدة والآمنة للخروج والدخول إلى الأرخبيل. ورغم حالة الحزن المسيطرة على أبناء الأرخبيل إلا أنهم عبروا عن شكرهم للتعاطف الشعبي الذي أبداه أبناء حضرموت تجاههم في هذه المأساة والدور الذي لعبته السلطات بحضرموت في عمليات البحث والإنقاذ. لم يجد أبناء محافظة أرخبيل سقطرة في حضرموت من سبيل سوى تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وعلى رأسها إعادة حركة الطيران إلى الأرخبيل وتخفيض أسعار التذاكر وتعويض ضحايا كارثة غرق السفينة فرج الله إثنان ومحاسبة المتورطين فيها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.